فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول لولا الله ثم الرسول ما اهتدينا هل هو قول صحيح؟ لولا الله إيش؟ ثم الرسول ما اهتدينا. لا تجيب الرسول، قل لولا الله ما اهتدينا، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم.